حنا هذه الدوره 18 ديال الفيستيفال اللي غادي نديرو في ملعب الروك ديال الروكبي من نهار 14 حتى 23 شتنبر. هذه الدوره باش نبداو بالمسابقه الترومبلان، اختارينا 19 الفرقه اللي غادي تجينا من الاكادير، من فاس، الخميسات، الصويره، طنجه، مكناس، محمديه، الدار البيضاء. غادي يلعبوا في لو ترومبلان، وغادي لي سي غانيون سته الفرق اللي غادي يربحوا غادي يلعبوا في الويكاند اللي من بعد في البولفار، وبيناتهم ديك ثلاث ايام غادي يديروا ورشات دي فورماسيون عندنا في البولتيك على الحرف ديال الموسيقى. كاين من غير لا كومبيتيسيون، دونك عرضنا على بزاف الفرق من المغرب وفرق عالميه. كاين اللي معروفين كاين اللي ماشي معروفين، حيت عتاني البولفار حنا كنجيبوا فرق ما معروفينش، ولكن اكتشافات. الجمهور ديالنا كيجي وديما كيكتشف فرق اللي ما معروفينش، بعد الخطرات الصغار ولكن عندهم واحد يعني واحد لا كاليتي ميوزيكال، واحد دي فوا دي يعني كيكونوا دي ستيل ميوزيكو بعاد، ولا كيديروا دي ميكس بين يعني من الانماط الموسيقيه مختلفه. يعني حنا فيستيفال ديال ما كنخافوش، كنحاولوا نجيبوا شي حاجه بعيده باش نقسموا ذاك الوقت وديك النزهه مع البوبليك ديالنا.